لسه عندنا أخبار وتحليلات وقراءة وافية عن الأحداث الكروية داخل مصر وخارج مصر، واللي هنعرفها دلوقتي من خلال عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. خلينا نبدأ بقمة دوري كرة اليد اللي الأهلي أحرز فيها الفوز على الزمالك بفارق 5 أهداف وتصدر المجموعة في دوري الكبار والمرتبط. شايف خسارة الزمالك إزاي، وهل ممكن الزمالك يفقد عرشه المتربع عليه ولا إيه؟ طبعا امبارح كان يعني اول انتصار للنادي الاهلي من 2018 على نادي الزمالك في بطوله الدوري، يعني بنتكلم تقريبا في 5 سنين نادي الزمالك مكتسح المباريات والمواجهات الفرديه مع النادي الاهلي في بطوله الدوري. النادي الاهلي كسب من فتره قريبه جدا، ولكن دي كانت في بطوله الكاس، لكن بطوله الدوري كان الزمالك مسيطر عليها في المواجهات الفرديه. لكن النادي الاهلي امبارح زي ما كانت التوقعات بتشير، يعني لان نادي الزمالك فيه احلال وتجديد كتير، نادي الزمالك الفترة اللي فاتت في عدم استقرار في كل الألعاب الرياضية بما فيها كرة اليد اللي تأثرت، يمكن كرة اليد هي كانت أنجح حاجة في الفترة اللي فاتت، لكن برضو تأثرت. شفنا كمان فريق كرة الطايرة بينسحب ويعني بيعمل شبه وقفات داخل نادي الزمالك عشان يطلب مستحقاته، فكل الحاجات دي أثرت على فريق كرة اليد كمان اللي برضو عنده مشاكل كتير جدا. وفي نفس الوقت الناحية التانية النادي الأهلي ابتدى يخطط ويشتغل صح ويجيب مدير فني أجنبي متميز يقدر يخلي النادي الاهلي ينافس مره ثانيه نادي الزمالك بعد ما كان في اكتساح تام للفريق الابيض. لا، النادي الاهلي امبارح قدر ان هو يعني يقول ان هو يقدر يكون فريق قوي في كره اليد زي ما هو فريق قوي الحقيقه في كل الالعاب الثانيه.